عمي هاني شلونك؟ اهلين عمي ابداني. ولا تاخذني قطعت عليك خلوتك، عارفك صافي انه قاعد تتفرج هيك مدري هيك. اقول يعني ودي والله علي من زمانها ودي اقول لك جوزين هالكلام. عمي ليه ما تتجوز وتخلص عاد؟ ها شو تجوز؟ هي يعني هيك كلمه تنقال جوز؟ شو جوز؟ ما في جوز. وليه لا حتى ما تقدر تتجوز يا عمي؟ ليه ما تقدر تتجوز؟ ليه علامك مش ايش صاير لك؟ ما شاء الله عليك زمه وكامل مكمل كامل مثل ما يقول عبد الحليم كامل الاوصاف. اقول اهلك الله عاطينهم بيت سياره وماركت ميني وكل ليه ما شو ناقصك لحتى ما تتجوز؟ ها يعني يا عمي ابداني يعني بدك يعني هي كلمة مو سهلة، يعني ما فينك تقول دغري هيك ارتبط، يعني بدك تلاقي أول شيء وحدة أعجبها وتعجبني وتكون كمان مو مرتبطة. ولا لا ليش ما تلاقي وحدة تعجبك وتعجبها ويطبق عقلك على عقلها؟ ولا ليش؟ مشان الله عمي أبداني مشان الله، يعني هاي كلمة مو سهلة، لازم أنا أتعرف عليها، أحبها، تحبني، نفهم على بعض، ما؟ أقول وإذا أنت ما تقدر تلاقي، ليش أهلك ما يدورونك ويلاقونك؟ ها؟ لا لا ليش؟ عم يبداني أنا ما هي قصة إنه أهلي يدوروا لي ويساعدوني، هي ما بحبها يعني. وثانيا هلا بهي الأيام البنت بتحب الشاب هيكي جريء. جريء وين حتى ما تكون جريء ولا عمي؟ ها شوف السوالف هذه مشلة، خلي ما تجوا ما تلحط بالشنجو بل بل يكون مثلك أنا قزمة من الله العظيم أروح على بيت أحط الشنجو شوف السوالف المشلخة. خلص يعني القصص خلص عمي أبو داني خلص يلا باي. شوف السوالف اللي تقول لي باي، لا والله ما هو باي. لك امي ما بدي اوصيكي ها، لا تروحي هيك ولا هيك، بعدين هدول الشباب لا تسمعي كتير على حكيهم، هدول كلياتهم كذابين. ايوه مثل ما عم قلك، يلي بيحبك وبده اياكي بيخطبك من بيت اهلك. امي مو كل ما شفتيني عم بتمكج بدي اطلع تسمعيني هالديباجه هي. هيك لك امي هيك لك، انا لو ما بحبك وعندي اياكي بالدنيا بنصحك. ماما والله العظيم حفظتها لهالديباجه، كل مره بدك تعيدي لي اياها. لك امي قال اكبر منك بيوم اعلم منك بسنه، وانا الصراحه يعني ما بدي حدا يضحك عليكي، سأليني لإلي هدول الشباب ولي على عيونهم إن شاء الله يخرب بيتهم إلهي حطيهم بس لحتى يضحكوا على هالبنات، بكرة واحد من بيناتهم بياخدك وبيجيبك بياخدك وبيجيبك وآخر شيء ما بيتجوزك. ماما أنت مالك عرفاني شو مربية؟ طبعا لكان وعندي ثقة فيكي. خلص ماما ارتاحي ولا تاكلي هم، ما رح خلي حدا يضحك علي، وهذا أملي فيكي. وين رايح؟ وين رايح يا حبيب القلب؟ وين رايح؟ سبعان بالقنية اللي تقول عبدي اسعى تسعى معك، عبدي اسعى تسعى معك. سبعان بالقنية؟ هي مو لخوليو؟ خوليو انت هذا، هاي لخلفيو هذا شو اسمه يا غول. اقول يا هاني اني عندي الحل. شو؟ ها الحل على الشكل التالي، تحمل حمالك وتطلع خلاوي بالطرقات والشوارع إلا ما تلاقي لك وحدة تعجبك وتعجبها. زين؟ زين غلط زين إيه. بس لا تتغلط عليها تقعد شو اسمه تدخلها من أول مرة أليحك بتشف على بوزك. ها زين؟ زين خليك تحكي معاها بتؤدة وخلك هيك اسمع، أهم شغلة رقم موبايلها ما تاخذوها، لا تاخذوا وخلك ثقيل وجدي. ايه بس انا شلون بدي ورجيها انه انا جدي؟ اتقلها لحبيبه الغلبه اللي تشوفها بالطريق اني ماني جاي اتسلى، اني جايب كل اناغه والدفوت باب البيت وضغه من بابه لمحرابه وتعرف على بعض. ايه وعندما تتعرفون على بعض وتضغ باب البيت من بابه لمحرابه تاخذها مشوار وتروحون انت وياها على الشق، لا ما هو على الشق، على القهوه
تروحون على القهوة وتشربون كاسة شاي، لا ما هو شاي، تشربون كاسة عصير وتحكون بالموضوع. ما بحب العصير. لا تحب العصير، حدا غير لك طلع عصيرك تف على عينك، طلع الشرار من عينك. شوف السوالف على مشلخة، شوف حط كاسة العصير قدامك ولا تشرب، الله عمرك لا تشرب إن شاء الله. وتحكون بالموضوع. إيه. وتحكون بالموضوع بأناغة وكروتوبول وكروتوبيل كروتوبول هذا هي. وتقولها أني أنا أحبك، أنا أريدك، تحكيها بإعجاب من جوا، من غلب القلب تحكيها هذا الشيء. وعندما تحكيها بأناغة وكروتوبول تطلب رقم الموبايل للتواصل. آه يعني أنا أول شيء بطلع أنا وياه مشوار وبعزمه على عصير مع أنه ما بحب العصير، وبرجيه أنه أنا جدي كثير، وبعدين بطلب منه رقم الموبايل. إيه تأخذ رقمها، بس مو سوي لي مثل شباب الأيام يغضون لياها تسالي بالليالي على شغلات ولا طعمها. قسما بالله أضرب الواحد شوفه طلع الشرار من عينه، شوف السوالف المشلخة. شوف أهم شيء يا عمي يا هاني، خذها نصيحة، تطلع معها مشوار. اي تطلع معها مشوار، مشوار مثل ما تقول القنية، مشوار رايحين، مشوار تنبرم العالم بنهار، صوب الشرق صوب الغرب، اي مشوار. يلا ماما انا رايحه شوي عند رفيقتي وراجع، ما بتاخر عليكي؟ تقبريني مثل ما وصيتك، ها من هون لعند رفيقتك، من عند رفيقتك لهون، ما بدي هيك ولا هيك. خلاص والله خلاص ماما، خلاص فهمت. يلا باي باي. تقبريني باي. سي يو مام. الهي الهي وانت جاهي يا بنتي يا احلام، ما يحط بوشك غير اولاد الحلال. الهي يا ربي بعت لك عريسي سر قلبك وخاطري. اسمع اقول لك كلمتين حطهن حلقه بذلك. بعد ما تاخذها المشوار لا تاخذها مشي، تاخذها بسياره البابا، ما ودي اياك تمشي انت وياها على رجليك. ما هو هذه، ما هو هذه، اي تمشي على رجليك. الشاعر يقول يا ماشي على رجليك ما تعرف وش مقدر عليك. زين زين. ها ها حي الله عمي. اي وتاخذها مشوار على المطعم، ودي الكرم والجود يبين عليك. شنو الكرم والجود؟ الكرم والجود يبين عليك يعني. ولو يعني يا عمي تعزمها على الفطور، على الغداء، على العشاء، واذبح يا بطحان اذبح، واطلب المناسف والكراديش والجاج والسمك والكبة المغلية والمشوية. هولا مي يذبحان بطح يذبحان، اذبح يا بطحان اي بالله. هيه واضرب اللحم يا زين، اضرب لحم. وين كنا؟ اي هو الكرم موجود ساعتها يبي ما تقضي لي اياها على عصير ومصير يصير بطنها مثل الشكوى. ولو عمي أبداني أنت بتعرفني أنا صديقك، وبتعرفني أنه أنا كريم كتير. أنا اللي عرفك، أنا ودي إياها هي تعرف. زين زين. يلا امشي عزمني، أعزمها مشوى امشي يا جردان. الكراديش اذبح اذبح اذبح. يا ميت أهلين وسهلين بست أحلام، إذا ما هالأمر ما بان كيف خطرنا عبالك بعدين؟ حبيبة قلبي بس والله صايرة ما عم بطلع من البيت، وبيني وبينك أرفعني الطلعة من البيت. وليش بقى؟ لك ما في شي، بس أمي. شو بقى أمك؟ ولا شي، بس ماما كل ما بدي أطلع من البيت بتعدي نفس الموشح ونفس المحاضرة، أوعك تروحي لهون ولهون، أصحك حدا يضحك عليكي.
اللي بده اياكي يجي يطلبك من ابوكي ومن هالكلام الفاضي. ايه معلش كمان الحق مع امك. حتى انت يا بروتوس شكلك صفيتي مع امي. لك يا احلام شي طبيعي انه وحده حلوه مثلك كثير انه امها تخاف عليها. يعني انا لو عندي بنت حلوه مثلك كنت خفت عليها مثل امك واكثر. يقبرني هالوش. منيح لكان مالك امي. شفت؟ يعني هلا قديش احنا هيك تمشينا وقديش صرنا قاعدين هون. ايه ما يعني ما لقيت حدا وما ما عم شوف حدا. يعني صعب القصة. صعب القصة؟ صعب القصة؟ لا مين صعب القصة؟ أنا أعطيتك الخلطة، الخطة، أعطيتك الخلطة وعليك تنفذ. ممكن تلاقي العجية بشي قاعدة زينة، تلاقيها بالحديقة، تلاقيها بلمة صبايا، ما تعرف شلون نصيبك، تلاقيها المهم. ايه بس يعني عم قداني يعني هذا قصدي انا، انه يعني القصة بتاخذ وقت. بتاخذ وقت؟ شوف هالسوالف اللي مشلخ عليه الحلال اضربك شف على بوزك طلع الشرار من عينك. شو هالشغلة كن فيكون؟ والله هذا اللي ناقص، هذا اللي ناقص. هذا اللي ناقص. شايف؟ شايف يا عمي شريفة نظيفة عفيفة خفيفة لطيفة يا عمي. بس مو ستايلي. شنو؟ شو هو هذا اللي ما هو ستايلك؟ يعني مو على ذوقي. ما هو على ذوقك، ما هو على ذوقك. أني أختك إمداني ما كانت على ذوقي قبل العرس، لكن بعد العرس صارت على ذوقي. عبرت الشط على ذوقي، على ذوقك. تعرفي أنا صار لازم أرجع. أي طولي بالك طولي بالك، لسه هلأ إجيتي. شو رأيك تتغدي معي اليوم؟ أعوذ بالله ما بقدر، ما حكيت لك شو القصة. لك إيه صحيح، أمك بتعرف إنه أنت عندي. إذا بدك هلأ بعمل لها تليفون وبقول لها إنه أنا عازمتك على الغداء عندي بالبيت، شو رأيك؟ لك ما بقدر، ما حكيت لك. أول شيء ما فيني أتأخر، بدي أوصل قبل ما يوصل بابا. تاني شيء ما هلأ كنتي عم بتقولي إذا عندك بنت مثلي ما بتخليها تتأخر بتخافي عليها؟ لك ايه بخاف عليكي، بس اذا انا عندي بنت حلوه مثلك وراحت لعند رفيقتها ورفيقتها مثلي، يعني شيء طبيعي اني ما بخاف عليها. ويستمر التواضع. يلا بخاطرك. الله معك حبيبتي. عيديها. فهمت عليك، يعني أول شيء بدي أخذها مشوار وبعد المشوار بيصير هيك بالمشوار أخذه عطب. زين، يعني برافو عليك. طقطقة طقطقة يما الكندرة طخة عطخة دوشتي على قلبي ما قلت أخة. أيوه امشي اطلع ادحل. أيوه أدري. شفت هاي أبو داني؟ شفتها هاي ستايلي. ذوقي. ذوقك الحق يا ابن العالم والناس، الحقها. قلتها؟ يا ولي شو قلتي؟ الحقها مثل ما يقول الشاعر، انطلق يا غرندايزة. يلا لشوف، انطلق لا ترجف لا ترجف. اسمع يا هاني، لا تنسى اللي قلت لك عليه، ركز على المشوار. طالعها مشوار يا ولا يهمك. خلاص هذا الخويثة هو التسم، والله راح يهبلني ان شاء الله. تضبط معه؟ تضبط والله ما تضبط. لا تضبط تضبط والله ما تضبط ان شاء الله يا ربي. تضبط تضبط والله ما تضبط ان شاء الله يا ربي. تضبط شبك لحقني من مطرح لمطرح. مرحبا انسي. اهلين. انا اسمي هاني. شرفنا. ممكن احكي معك كلمتين؟ احكي بسرعه انا ماشي ما عندي وقت. استحي بقى صرت حبيتي. بس كلمه بس كلمه بس كلمه بس بس هيك خليني احكي معك كلمتين بس هيك نطلع مشوار صغير. بقول لك يا هون بترجع. ما بقدر اطلع مشوار. كم ساعة زمان بس؟ ما فيني ماما ما بتخليني. مشوار صغير ساعة ما بتحس عليكي. ما بقدر اطلع مشوار. مشان الله. ما فيني مشوار صغير. ما بقدر.
ليش عم تصعبيها؟ لك هنيك لندن في موضوع بدي احكي معك، مشوار صغير ونحكي ونرجع. يا اخي ما فيني اطلع مشوار خلاص. بدك على عجلة ونرجع. يا اخي ما بدي اطلع مشوار، فهم بقى؟ شو بدك؟ اسمعني، مين عم يدق الانترفون؟ ولك سامعينا شوي، شو بعرفني مين حاط ايده على زر الانترفون وكابسه؟ ماني طالعه مشوار، فهم بقى؟ طب خليني اعزمك مثلا على غدا على العشاء. ماني طالعه مشوار، فهم بقى. مشوار ماني طالعه. طب اسمعي مني، بنروح مشوار ساعه زمان بس هيك وبتسمعي مني كلام كثير رح تنبسطي عليها. مشوار ماني طالعه. ان شاء الله ساعه بس، مشوار صغير. خلاص ما بدي اطلع مشوار. لك بوس ايدك اطلعي معه هالمشوار، خلي حل عن زر الانترفون. ما بدك تقومي تفيقي حده، صار وقت الكتاب. ما رح ابعته اليوم، برد كتير ومطر. لك هو اساسا لانه مطر لازم يروح حده على الكتاب. ليش بقى؟ مشان يمرض يعني؟ لك يا فهماني، الكتاب يعني علم، والشتي يعني ماء، يعني علم زائد ماء بيطلع حده من العلماء.